Bienvenue, cher bachelier. Nous avons vu la stratégie de spécialisation, la stratégie de diversification, et aujourd'hui, nous allons découvrir la stratégie d'impartition. L'impartition, c'est lorsque des entreprises s'associent dans des actions de partenariat tout en restant indépendantes. Yani, jugez les entreprises à l'acte, qui diront une charaka binatoum, mais que l'entreprise est indépendante à l'autre. يعني كتبقى محافظه على الاستقلاليه ديالها. هنا كنكونوا كنهضروا على البارتناريا اي لاليونس. البارتناريا هي واحد الشراكه ما بين جوج او لي زونتربريز نون كونكورونت، يعني ما كتكونش منافسه بيناتهم. باغ كونطخ لاليونس هي شراكه ما بين جوج او لي زونتربريز كونكورونت، يعني كتكون منافسه بيناتهم. بون اللي خاصكم تعقلوا عليه في لامبارتيسيون سي كو مني جوج او لي زونتربريز كيديروا شراكه بيناتهم كيبقاو محتفظين على الاستقلاليه ديالهم، يعني وحده ما كتحكم في الاخرى. ندوزو دابا لي فوا د لامبارتيسيون ونبداو بلا سوتريتانس. لا سوتريتانس هي مني اون انتربريز كتكلف واحد لونتربريز وحده اخرى بون بارتي من لا برودكسيون ديالها. مثلا اون انتربريز ديال لي برودوي ليتي في الفتره ديال رمضان لا دوموند كتكبر اي دوكو لا برودكسيون حتى هي كتكثر. L'entreprise هنايا ما كتبقاش قاده على ديك لا برودكسيون الكثيره اي دوكو كتعيط على واحد لونتربريز وحده اخرى باش تعاونها في داك الانتاج. هذه كتسمى لا سوتريتانس دو كاباسيتي. كاينه لا سوتريتانس دو سبيسياليتي. هنا كنهضروا اون جينيرال على لي بيتيز اونتربريز، يعني واحد لونتربريز ملي كتكون باقا جديده في واحد لاكتيفيتي ما كتكونش عندها خبره وما كيكونش عندها ليكيبمون تكنولوجيك، مثلا لي ماشين باش تخدم. هنايا كتعيط للانتربريز وحده اخرى اللي كتعاونها بالخبره ديالها وبليكيبمون تكنولوجيك اللي عندها. لا دوزيام فوا دو لامبارتيسيون هي لا كونسيسيون. لا كونسيسيون واحد لو كونطرا اللي كيدار ما بين جوج. مثلا انا غنحل واحد لو ماغازان في مراكش نبيع فيه المكياج، كنمشي عند واحد لا مارك ديال المكياج اسونس باغ اكزومبل، كنقول لهم عطاوني لي برودوي ديالكم انا غندير لهم لا ديستريبيسيون في المغازان ديالي في مراكش. يعني لو مغازان كيكون بالسميه ديالي مثلا امال كوزميتيك، مي لي برودوي اللي كنبيع فيه هما لي برودوي ديال لا مارك اسونس. هنا انا كنتسمى لو كونسيسيونير او لو برودكتور كيتسمى لو كونسيدون. نمشيو لا ترويزيام فوا دامبارتيسيون ولا لا ترويزيام موداليتي د لامبارتيسيون واللي هي لا فرانشيز. هنايا لا فرانشيز قريبه لا كونسيسيون. ناخذو اكزامبل ديف روشي. انا مثلا كيكون عندي واحد لو لوكال كنتصل بلا سوسيتي مير وكنطلب منهم نحل امغازا ايف روشي. هنا لا سوسيتي كتعطيني الحق نستعمل لو نون لا مارك لو لوغو اي ميم لو سافوار فير، مي بشرط انني نخلص لي دووا دونتري لي ريدوفونس وانني نحترم خصوصا لي نورم ديال لا كاليتي. داكشي باش كتلقاو لي ماغازان ديال ايف روشي في لو ماروك كامل كيتشابهوا، عندهم نفس السميه نفس اللوغو نفس لي برودوي اللي كيتباعوا، ميم دوك اللي كيكونوا خدامين تما كيكون عندهم نفس الفورماسيون. هنايا انا كنتسمى لو فرانشيزي و لا سوسيتي ايف روشي كتسمى لو فرانشيزور. لا كاتريام فوا دامبارتيسيون هي لا سيسيون دو ليسونس. هذا واحد الكونطرا اللي كتكون واحد لونتربريز عندها واحد لو بروفي دانفونسيون، يعني براءه الاختراع، وكتعطي الحق لواحد لونتربريز وحده اخرى او لاكثر باش يستغلوه وباش يخدموا به اون كونتر بارتي دي ريدوفونس. ندوزو لو غروبمون دانتيري ايكونوميك. هنا واحد جوج جاوا لي زونتربريز او لاكثر كيكونوا واحد المجموعه، يعني واحد لو غروبمون باش كيخدموا المصالح الاقتصاديه ديالهم. جينيرالمون هنايا كنهضروا على ليكسبورطاسيون، ملي كيكونوا عندنا جوج ديال لي زونتربريز كيصدروا لي برودوي ديالهم لا ميم ديستيناسيون. هنا كيتفقوا باش يديروا نفس الترونسبور، هكا كينقصوا عليهم لي كو. هذا هو لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك. اي لا ديرنيير فوا دو لامبارتيسيون لا فيليال كومون ولي كنسميوها اوسي جوان فونتور. هنا جوج ديال لي زونتربريز كيحلوا واحد الفرع جديد او واحد الفرع مشترك، مي لي بار كيكونوا متساويين، يعني 50% لونتربريز الاولى و 50% لونتربريز الثانيه. داكشي باش سميناها فيليال كومون. اون دو زون شوفو لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون ديال لا استراتيجي دامبارتيسيون. بون ملي لونتربريز كتكلف واحد لوتر اونتربريز ب اون بارتي من لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديالها،
هنا تكاليف كيقللوا يعني لا ريدكسيون دي كو وكيكون عندنا ان افي دو سينرجي ايكونوميك اي تكنولوجيك يعني داكشي اللي غنربح وحنا بجوج اكثر من اللي غنربح كون بقيت بوحدي اما بالنسبه لي ليميت فعندنا لو ريسك دو ديبوندونس ايكونوميك يعني غادي يولي واحد الخطر ديال الاعتماد على الاخر اي لو ريسك دو ديزيكيليبر اونتر لي بارتنير يعني غيوليو عندنا دي كونفلي وصراعات ما بين لي بارتنير جيسبر تكونوا استفدتوا من لا فيديو ابونيفو سور لا شين اي بارطاجي افيك فوز امي